ظالما السؤال لغير الله مزلة. مسجد الكوفة المعظم، انتو تعرفون يا مسلمين انه ماكو نبي ما صلى في مسجد الكوفة؟ نبي الله ادريس، نبي الله ابراهيم، نبي الله نوح. مش بتقولي فزورة حضرتك؟ والسماء والطارق، انعطف على من؟ على الفاعل اللي هو منه؟ الرسول، هو الذي طلق البحر. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ يعني هذا مو أي شيء، رسول الله. حسب رواية ابن مسعود كم اسم عنده؟ يقول 300 اسم ذكر الله تعالى لعلي بن أبي طالب في القرآن الكريم. أنا لا أعتقد، يقول مثلا من أسماء علي في القرآن العلي الحكيم. مرج البحرين يلتقيان، قال هما علي وفاطمة رضي الله عنهما، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين وعترتهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يخرب حالك أنت مسخر. خالد بن الوليد عليه لعان الله، خالد بن الوليد عليه لعان الله. أنا ناقص يا أخويا. كاف ها يا عين صاد، بداية سورة مريم. الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد بن معاوية، والعين عي عطش الحسين، والصاد صبر الحسين. أنا تعبان، أنا تعبان، أنا جعان. أبو الحسن له سيف كان وزنه 21 كيلو. خلاص. والناس القرن الاول سيف جيل، واحنا يقولوا ان تعلموا العقائد بعيد الشر، الله لا يشوفنا بعقائد القرن الاول. والناس القرن الاول سيف جيل، واحنا يقولوا ان تعلموا العقائد بعيد الشر، الله لا يشوفنا بعقائد القرن الاول. انت ايه حكايتك بقى؟ ايه انت واخد الدنيا من ورا ولا ايه؟ إن الله وصف ملك سليمان بأنه ملك ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم ينسب إليه صفة العظمة. لكن حينما يتحدث عن الولاية في ولد إسماعيل، ومنها عبد المطلب، ومنها أبو طالب، ومنها سيدنا عبد الله، ومنها هؤلاء الذين كانوا أولياء درجة أعظم من الأنبياء. الجماعة اللي بيقولوا لي وبيناقشوني وبيقولوا لي انا ما فيش بيني وبين ربنا واسطة، وانا ادعي ربنا وارفع ايدي، ادعي ربنا يا اخي، بس انت عارف مين اللي بيطلع دعائك؟ اللي بيطلع دعائك هو الامام. اللي بتقول عليه الست ده بتحط نفسك في مواقف بايخه.